ما دوريت وياك سمعة وشهرة تطي وقاري شايلك جنك شي مو أهل حتى الما يعرف يقدره مثل الشرف لو بيس عر ما تنباع بك الرجل احترمه ونحتقره حبك مثل دقت العجايز يا حسين مش ما رادوا يمسحوها ظلت خضره مش ما رادوا يمسحوها ظلت خضره. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حامل لواء الحسين وعلى عقيلة الطالبين سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، أحييكم بتحية الإسلام المعطرة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا لهذا اليوم حلقة حسينية إن شاء الله ترتقي المستوى ذوقكم، صوت رائع جدا، أسأل الله يوفقه بحق الحسين الحبيب والغالي سيد منتظر المقصوصي. حللت أهلا ونزلت سهلا. اللهم يسلمك ويحفظك بكم إن شاء الله. شكرا للدعوة أولا، شكرا للقائمين على القناة، اللهم بحق هذه الأيام الفضيلة أنه يرزقكم الأجر والثواب إن شاء الله ويعظم أجوركم. الله المصاب الجلال. الله يسلمك. الله يخليك. سيد أنا ما أرد أسأل أسئلة كلاسيكية، بس عندي سؤال. هواي أحس أكو تغيير بالقصيدة الحسينية خلال هاي السنوات الأخيرة، هواي أكو تغيير دخلت بيها الصورة والخيال والتشبيهات اللطيفة، تتفق وياك؟ أتفق وياك، هذا ندل على شيء، دل على الوعي، الوعي والإبداع بالموضوع. ايه؟ وعي الشعراء، وعي الشعراء وإبداع الروادي. ايه؟ الأمانة يعني أكو ألحان جدا جميلة. لا طبعا نسولف لا شيء أكيد طبعا. ايه؟ طبعا. اليوم بصراحة سيد منتظر المقصوصي وين وجوده بالخارطة، خارطة الحسين سلام الله عليه؟ خادم خادم خادم. وسيد منتظر المقصوصي اللي ربما سائل يسأل، نعم، من اليوم سيد منتظر المقصوصي؟ سيد منتظر المقصوصي الشاعر لو سيد منتظر المقصوصي المهوال لو الرادود؟ أعتز بكل المسميات لكن أكو مسمى ثابت ما يتغير، هو نابع عن أو متجزئ من مبدأ هو مبدأ الحسين، فأحب نفس الرادود فقط. ها يعني الرادود سيد منتظر المقصوصي. اي نعم. اذا راح نقول للسيد المخرج استاذ محمد، نقول له اكتب بالحلقه الرادود سيد الرادود سيد منتظر. عسى الله يوفقك. الله يسلمك في دول عينك. الله يخليك. كان مهرجان بشمال البصره. اي نعم، من ناحيه الامام الصادق. اي نعم. سلام الله. الف تحيه للقائمين، الف تحيه من هذا المكان شمال البصره. اي والله. وسمعت من عندك صوت كان جدا رائع. انت الاروع اللهم يسلمك. اي بالله فدوا اروح لك. الله يخليك. ممكن نستهل الحلقه يعني؟ اي بخدمتكم. ضوقتني الحب حلال وعلى عيونك عودتني، عيونك من الناس والدنيا خذت حسين. ضوقتني الحب حلال وعلى عيونك عودتني، عيونك من الناس والدنيا خذتني، بابك يقربني لله ونحرك يسود النبيك، كون انزع خنصري وراسي منجيك، بابك يقربني لله ونحرك يسودني بيك، وننزع خنصر وراسي منجيك، مطين غيرك
يسوى من انذر لعيني انطيني غيرك انفرهد وتارس سنيني حسين طيني غيرك طيني غيرك يسوى من انذر لعيني انطيني غيرك انفرهد وتارس سنيني يخفقي لطرواك قلبي وغير حزنك مالي كم قلبي حزين يهبها والشوغة وسير لك شراعات وسفين بقيت غربتك تارس الدنيا جناسي الله الله بقيت غربتك تارس الدنيا جناسي وبوصلت كل عاشق اسمك بوصلت كل عاشق اسمك مولاي الباب الباب مقعاده مذل حسين مذل الباب مقعاده مذل وانا عد بابك امير وانا عد بابك امير حسين اللي يصغر قبالك يرد له لكبير حسين اللي يصغر قبالك يريد له لكبير سلامتكم ما شاء الله الله يسلمك ما شاء الله عليك بدي اروح لك ما شاء الله يا حسين في دور الكلام لخادم من خدمه الحسين بعيد عن ذكر الاسماء عسى الله يوفقك الله يسلمك في دور الله يوفقك الله يخليك حاليا بهذا محرم وين كانت مجالس عندك بصرتنا العظيمه بالزبير تحياتنا للزبير اهل الزبير الله يسلمك الف تحيه وعندك مجالس بغير اي لا الحمد لله والشكر لله بغداد المحافظات الحمد لله الحمد لله والشكر فضل بصراحه سيد لمع نجمك اعتقد 21 22 اي ضبط هاي السنتين صحيح ويعني ممكن نقول عباس راعي الشان كانت لها فضل على لا طبعا شيء اكيد ومو قصيد صاحب فضل صاحبة القصيدة أو صاحب القصيدة اللي سمت باسمه هو صاحب الفضل على منتظر سلام ومولانا الله. سلام الله عليه أبو الفضل العباس كنت متوقع لها هذا النجاح للأمانة لا للأمانة لا. وين سجلتها بيا مكان سولف إنه بالله يعني الأجواء تفاصيل إنه أي. قاعدين بقناة الفرقدين تحياتنا لهم وصارت مجموعة ألحان وفاختارينا هذا اللحن ويافد ألحان وكذا فما كنا معولين على هذا اللحن للأمانة يعني أو كنا معولين بس بنسبة قليلة جيد فالحمد لله نزل اللحن وكتب الكلام كان أنا كتبته الحمد لله والشكر الله قدرني وكتبته عسى الله يوفقك في دوار أروح لك فنزل العمل والحمد لله والشكر بركة مولانا أبو الفضل العباس مش اللحن وحبته الناس ووصل على مستوى الحمد جيد. لله زين اليوم برأيك إذا أرد أقول سيد منتظر المقصوص نعم من 10 شقد يعرفونه 7 زين اذا اريد اقول الرادود اللي قرا عباس راعي الشام ايش قد راح يعرفونه ممكن 10 او 9 ها اي قلت لك القصيده يعني كانت صاحبه الفضل القصيده اشهر من الاسم اي لا طبعا شيء اكيد وهي اللي ظهر بها الاسم بهاي القصيده قبلها كانت اكو يعني تسجيلات لحضرتك لو كانت ماكو تسجيلات لا كانت كمجالس فقط بدون مو استوديو ها مو عامل استوديو كان زين انت حاليا بالمجلس يعني ستاف كامل وياك لو الموضوع الصوتيات موضوع لا المكان. لا حسب المكان اللي اقربي يعني مره انه من نهل المجلس ومره من عندك اي لا شيء اكيد هذا باتفاق يعني الطرفين طبيعي الموضوع. حتى المونتاج كل شيء مره عليه مره عليهم ها ها اي ها اكو مرات بس اعتقد افضل اذا يكون يعني تحت ادارتي وتحت تصرفي شيء اكيد افضل تعرف وين شيء اكيد افضل نقاط القوه نقاط شيء اكيد افضل شيء اكيد ركز عليهم شيء اكيد جيد شيء اكيد خلينا نسمع عباس راعي الشان عباس راعي الشان
كيفك تجي تقراها بطورها، تجي تقراها بغير طور؟ لا هي بطورها احسن، هي انت انت خيال وبيدك رب. الله يسلمك في دوره لك. عباس راع الشان طوبهم شيخ الميل غير ابن حيود وراعي الزود ومن عده يخافون. سلام الله الله يسلمك في دور روح لك. الله يخليك يا حبيبي. زين سيد، منو اللي حاليا يلحن لك القصايد؟ والله اكثر شيء اني يعني اكتسبت في خبره يعني قليله، يعني ناهج هذا النهج انه انا جاي الحن لنفسي والحمد لله والشكر. زين يعني انا احس يعني نفسي يعني هو استفسار بصراحه طبيعي. مو رأي يعني مو أشوف أنه لو أكو واحد مختص للألحان أفضل. للأمانة أبو الأكبر كاختصاص بمجالي مجال ردة الحسينية نفتقر للملحنين، للأمانة نفتقر للملحنين بشكل ما تصوره. ها ممكن أقول لك معدودين على عد الأصابع نفتقر للملحنين. زين اليوم شلون يعني أنت... تلقى الملحن عليه ضغط يعني أكثر من 100 رادود من شخص واحد، شي يقدر يطلع الملحن 100 رادود. الله يسعد. أي فمن هذا الباب. زين. اعتمدنا على نفسنا. زين أنت تودي القصيدة ويودوا لك لحن، لو تودي لحن ويكتبوا لك على اللحن. لا كاستوديو. أي. كاستوديو نودي اللحن نكتب عليه كلام. جيد. ومجلس لا كلام نرتب عليه لحن. ها ها. أي نعم. زين من الشعراء. ما نبخس حق الشاعر. من الشعراء اللي تتعامل وياهم. والله خدام الحسين هواي الحمد لله والشكر لله، اسماء لامعه الحمد لله. جيد. يعني قصدي انه ماكو كل فد شخص محدد. لا ماكو انسان معين، مستحيل ماكو اي انسان معين بالكتابه كخصوص العامه. جيد. تسمح لنا ناخذ فاصل؟ طبيعي جدا. احبتنا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. سادتنا المشاهدين، عندنا وياكم مع الرادود الحبيب سيد منتظر المكسوسي. اللهم يسلمك ويحفظك. حياك الله. ان شاء الله ما تعبناك بالبارت الاول. بالعكس بالعكس راحه. الله يعزك سيد. كل انسان عنده امنيات. لا شيء اكيد. امنيتك شنو؟ كأمني كرادود كانسان هن وحده منفصله عن الثانيه. لا شيء اكيد. جيد. هنا شنو هنا شنو؟ كرادود انه المواظب على القراءه بصحن سيد الشهداء يعني دائما وليس متقطعا. الحمد لله قارئ والله رزقني هذا الفضل الكبير. نعم. انه ثابت قراءتي بصحن سيد الشهداء على الدوام. حلو. أيوه. وكانسان كانسان انه اوصل لاعلى مرحله بالنجاح كأمني. النجاح وين ايضا بالرده؟ لا كانسان طبيعي. ها ها ها, ها. اي نعم. جيد. زين من امنيتك من الشعراء يكتب لك؟ أمنيتي من الشعراء؟ ماكو أمنية يعني بالشعراء، بس نقدر نقول مو أمنية والله ما هواي للأمانة يعني. سيد أكو قصيدة يقول عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحكا متبسم. يعني كلش أتمنى تقراها بصوتك تسجلها في يوم من الأيام إن شاء الله بخدمتك. أي والله العظيم إن شاء الله. لانه هاي يعني شجاعه ابو الفضل هيك بيها بيت يقول يقول فرأوا اشد ثباتهم ان يهزموا. يقول 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 هيك يقول يقول سكتوا سكتوا وابتدت رايه الخوف
ترث وصلتهم اخبار مغيظين حسين والعباس متحلف وجه وخلى الدمه توصل البطن الخيل الرايد يركض يجذف ابو الفضل فسر لي الحدث اكبر من المعقول حر والقابلك يرجف هضيمة على الزلم وياك ينعدون اي والله اشوار بهم شكل واشوار بك موقف الله الله احسنت سيد ان شاء الله هذا عرض ما يتفوت من عندك الله يسلمك والله هذه يعني الفصيح العفو الفصيح قصيده وتحصل لها لحن لطيف ان شاء الله نتعاون عليه عسى الله يوفقك الله يسلمك يعني دور. نقدر نعتبره شبه وعد ان شاء الله هو وعد اساسي اوعد ناسك انا وعد ان شاء الله من هذا المكان ان شاء الله انه هاي القصيده تنزل ان شاء الله امين يا رب العالمين ان شاء الله خلينا نسمع من عندك هو موقف هاي القصيده اللي راح تقراها مال هاي السنه ان شاء الله ها إن شاء جيد الله. وموقف لمولاتي السيده زينب سلام الله عليها في هذه الليالي ليالي السبي كلها راحت ورمشي بعيوني عثار كلها راحت مددوا كلهم نهار خدر لا ظل أحمد مشوا دخاني بسماء خدر لا ظل أحمد مشوا دخاني بسماء كل راحت كلها راحت غربوني ليلة وحدة وانا جيتي بضع عابة لا نوم قعد ماني لا زعل حد انترابة طاح وقبالي أخوتي برغي وطاح بعرابة برغي وطاح بعرابة عافوني ومشاو كلهم لا يا ربك ما يوطاح شي لهم عافوني ومشاو كلهم ما يوطاح شي لهم وعيني عيب مسلهمة مشاو دخان مشاو دخاني بسماء كل راحت كل راحت سلامتك يا حبيبي الله الله فدوى اروح لك الله عليك الله يحفظك الله يا سيد فدوى اروح لك يا حبيبي سلم انت من الناس الحريص يعني ما تحب ذكر اسم الشاعر اسال الله يوفقه هذا الشاعر اللي هو انا الحمد لله الله يوفقك صدق والله اي والله الحمد لله مشو دخان بسمه مشو دخان بسمه اكو مفرده يمكن شويه غريبه على السيد المشاعر العابه ها مو جيد الله يسلمك اكيد تعرفها اكيد ما كاتب اذا ما اعرفها طبعا واتمنى توضحها ابو الاكبر لا انت توضحها الكثرة يعني هي كثرة الرجال كثرة الرجال نعم. الرجال احنا الدارج كثرة الرجال اللي بيها مشيت هيبة بالضبط احنا هذا التعريف او الدارج نستخدمه للعراضة اللي جاية عافية فواتحنا واعراسنا ومناسباتنا قول هاي العاضة منين الجاية نعم انه نعم. عاضة يعني جمع فجمع رجال فجمع رجال مهيب بالضبط بالضبط ما شاء الله شكرا لك على هالتنويه لا العفو شكرا لحضرتك احنا انا بصراحة هذه اكو مفردات جنوبية بلشت شبه تنقرض شبه تنقرض الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر لله سيد شنو احتاج كرادود حتى اصير ناجح برأيك يعني توفيق رب العالمين لا 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 بعيد عن التوفيق يحتاج وعي منين من نفسك كرادود انه لازم تدرك شنو جاي تأدي
تدرك منو جاي تتعامل، بأي قضية جاي تتعامل. جيد، هذه النقطة الأولى، لو هي هاي النقطة الوحيدة، هي النقطة الأساسية نقدر نقول عليها، أنه أنت من تكون واعي ومدرك راح تبدع. حلو. تبدع بمجالك. منو من الرواد مؤثر بك شخصيا؟ شخصيا يعني مو مؤثر بي، وإنما قريب على عليه يعني، على ذوقك؟ لا، قريب على روحي. جيد، منو؟ قريب على روحي يعني، كصداقة كصوت وك يعني فن نقدر نقول. نعم. سيد فاقد الموسوي، تحياتنا. ألف تحية للسيد أبو هاشم الطيب. نعم، هواي علمني وهواي تأثرت بي يعني للأمانة. جيد. إيه؟ جيد. حافظ شي سيد فاقد؟ هواي حافظ السيد فاقد هواي. نقرأ شي؟ نقرأ شي، احنا مشكلة ما نقدر نوصل الصوته. والنعم من عندك. اي والله. ان شاء الله ان نهرين يصبون بمجرى واحد. مجرى واحد ان شاء الله. اللي هو سلام الله عليك سيدي ومولاي ابو عبد الله. عبد الله. انه بخدمة ابو عبد الله. لا شيء اكيد. اقرأ. يا روحي لأحبهم مشيا وعنش بدي باكر، يا روحي الغروب يمشون بي، يا روحي لأحبهم مشيا وعنش بدي باكر، يا روحي الغروب يمشون بي باكر، مكرايا على الله وعلى عبايا، باكر مكرايا على الله وعلى عبايا، روحي لأحبهم مشاو عنيش بدي، هسه شلون حيرة حسين حيرني وجفاني، الله الله، ما معودني على فقده ولا نسيته ولا نساني، استبطع الباس ومشاله، قلت له خذني وما خذاني، قلت له خذني وما خذاني، ما خذاني. سلامتك يا حبيبي. الله 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 عليك. الله عليك، الله ما يحفظك. ما شاء الله. ما شاء الله عليك، الله يسلمك. أسأل الله يوفقك أنت والسيد. بدو أروح لك الجميع إن شاء الله. الله يخليك. بدو أروح لك. سيدنا يحتاج الرادود أنه دائما يسمع. أكيد بلا شك. يعني هو إحنا. لا نبدأ الوعي. إحنا عدنا بالشعر، بالشعر أنه يقولون أكو البذرة هي الموهبة. بالضبط. تنمية الموهبة. وتنمية الموهبة بالسماع. بالضبط. بالاحتكاك بالقراءة. نصاً الردة، نصاً الصوت. لا موهبة. أنا أقصد على الصوت. الصوت موهبة. جيد، وشلون تطوره؟ تطوره بالوعي، بالمعرفة. جيد. تسمع. ها هم تسمع. تسمع، لازم تسمع. تسمع بس عراقي؟ لو تسمع يعني. جميع الأصوات تسمعها، بعيداً عن اللغة، بعيداً عن اللهجة. ها يعني. نعم. من الممكن أنه يعجبك صوت أنه أنت ما تفهم اللغة مالتهم. بالضبط. جيد. بالضبط. جيد. الـ 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 انت من الناس اللي قرارك ما شاء الله، جوابك. نعم. جوابك ما شاء. نعم. الله الحمد لله. اي اريد ناخذ لنا يعني هيك ثلاث ابيات اربعه هيك ابيات حسينيه بس يعني تاديهن مثل ما انه نشوف سيد منتظر. اي بخدمتك. ما اقرا شعبي فصيح كيفك؟ لا شعبي شعبي شعبي، أنا من مناصرين الشعبي. يا الله. حسين
على بابك غير بابك ما أدي أنا بس وياك حسن ينعرف طعمي العشين كل مول أجلك علي أمان قلبي دقات قلبي أخ يا دقات قلبي حسين أسمع من يديك سلامتك يا روح بدو أروح لك الله عليك الله يسلمك بدو أروح لك نعذرا يعني شوية الصوت تعبان شوية مو وايد الحمد لله ما يحسد المال إلا أصحابه يقول المثل المصري الله يعزك الله واحنا ان شاء الله نعتبرك انه فانا ما اريد اقول اقول الله اقول ما شاء الله تبارك الله الرحمن ان شاء الله, الله سيد اكو منافسه بين الرواديد موجوده اكو وبكل مجال المنافسه موجوده بس اكو منافسه على المناصب لا باعتبار انه يعني هاي الاجواء وهاي الطقوس انه اجواء روحانيه ربانيه انه انت تتحدث او تريد بكل الاعمال اللي يسويها الغايه من عندها انه التقرب لله سبحانه وتعالى تفهمني شلون قربة لله لكن التنافس فني ها شيء اكيد التنافس أكيد. فني لا نعم الروحيه موجوده اي الروحيه موجوده ال- 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 اليوم التنافس. نقدر نقول اكو اول واكو ثاني واكو ثالث شيء اكيد ها هي مقامات ومستويات منو الاول الرادود الاول الأول بشنو؟ معنى هذا القياس ما نقدر نقيسه. رادود الأول بالردة. ما نقدر نقيسه. فنيا نقدر نقيس. أي أوكي. الرادود الأول فنيا باسم الكربلاء بلا شك تحياتنا إليه. كرأي خاص. أنا الأول تنحسب علي وأنا هي. ألف تحية. من المسلمات يعني. ألف تحية. ألف تحية لأبو علي الكبير. الأستاذ العظيم والأب الروحي. يا أخي هذا البيئتانة يعني للأمانة ألف تحية للكبير. كبير سيد عبد الخالق المحنة كون عطش وقت بك الله الله يوفقك أخذني الشاطئ حبك أريد أعطش وقت بك يا أخي مرات أنت من تسولف على عطش المفروض أنت مار بي مو مار بي حتى تعرف المأساة عايشة. شوف هنا شلون موظف هذا الموضوع الله يوفقك هي شلون دندل لي اياها مثل الملا يرحم والدي ما يصير يعني الطور انا الصوت حراج يعني الصوت مالتي بشويه بالضيم الله يسلمك حتى لو بس هذول البيتين اخذني الشاط حبك اريد اعطش وكتبك اخذني الشاط حبك اريد اعطش وكتبك الله موفق أبو علي الأستاذ الكبير الهرم تعلم منه هواي أنا بصراحة يعني هواي عندي أسئلة بس وهواي مشتاق أنه أسمع بعد إبداع لأنه خلي بصراحة هاي قلت لك هاي السنين نسمع فد أشياء لطيفة يا أخي كيف. يعني أنا أولت البارحة لا يخلو من الإبداع بصراحة أسولف لك إياها هي شيء صح يعني على بساطتها أسمع قصيدة الملا عمار الكناني حياتنا إليه يا أخي شنو هذا الدخول يقول رحلة من الضياع لخيام الوجود الله هذا منو يسولف على لسان الحر رح يقول عمري ضياع أفكر رحلة من الضياع لخيام الوجود
للأمانة قصيدة ما شاء الله شعر. نعم على التوفيق الحمد لله والشكر وصلنا ليكي. هو الرجل للأمانة عنده سطوة على الكلمة والصوت طبعا يتلاعب رائع جدا. ألف تحية له. لا يتجزأ من الرد. ألف تحية له خويا. ناخذ من عندك ردة على ذوقك. يا الله كموقف أبو الأكبر مولاتي رقية سلام الله عليه. سلام الله عليه. بالطف ما بعد المقتل نادوا أو صاحوا بذيك الساعة يا آل الحسين أريق الماء هلموا واشربوا. الله. أريق الماء هلموا واشربوا. الله الله الله. أنا تصور الشاعر موقف مولاتي رقية شو يقول؟ يقول جابوا ماي لقلبي الضامي وروحي اشتعلت مثل خيامي. جابوا ماي لقلبي الضامي وروحي اشتعلت مثل خيامي. من شفت الماي تذكرتك وظليت انا بطرق الامي. ظليت انا بطرق الامي. قل شلت الماي وصوبك جيبته واسمع عمتي تصيح ريدي. الشاي الماي بكفه ويركض من يوصل يلقاه متبدي. شلت الماي ورح تركض له واسمع عمتي تصيح ردي. ياخذ ماي بشفه ويركض من يوصل يلقاه متبدي. شفت الراس ورح تركضنا كانت حسرة قلبي بقدي. قلت له الماي جبته تبدي ظلت بس دموع بخدي. كل شي البطاف ظل يا ذيني بابا. كل شي البطاف ظل يا ذيني وصوبك صفناتي توديني. جبت الماي وطاح من يدي وظليت انا طرق الامي. جابوا ماي لقلبي الضامي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. تحياتنا للشاعر ابو معصوم الفريجي. الف تحيه. الف تحيه. الف تحيه. بس موفق الحمد لله. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل يا حبيبي. احبتنا المشاهدين الكرام فاصل ونعود اليكم. أحبتنا المشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى البارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الموفق إن شاء الله. الله يسلمك في دوره. سيد منتظر المقصود. دعاكم الله يخليك. يا الله يخليك. إحنا آسفين تعبناك. لا بالعكس راح. بالله الكريم. بالعكس راح. بس ماكو تعب. صوتك شجي للأمانة. بدو أروح لك يا حبيبي. الله يسلمك. الله يوفقك. صدوقك. الله يخليك. يزيد لمعان نجمك. جميع إن شاء الله في دوره. آمين يا رب. بركة دعواتكم. إيش قد الناس اللي يسمعون سيد منتظر المقصوصي
يعني نقدر نقول سيد منتظر مخصوصي اكو ناس ينتظرون جديده؟ لا اكيد ينتظرون اكو ناس هواي الحمد لله ما شاء الله فضل الله والحسين ما شاء الله ما شاء الله. وانت قلت لي يمكن بدايه الحلقه كسول ها؟ اي تقريبا يعني كسول تقريبا يعني. بس سيد للامانه عندك صوت يجنن في دوار الشركه شهاده منك الله يسلمك والله. لا اصير كسول الله يخليك ان شاء الله ما اصير كسول ان شاء الله. هي لانه احنا يعني أنا حتى احنا هم نسمع لا شيء اكيد ونتمنى يعني حقيقه أكيد. نتمنى للطرفه عندي اخوي سيد كرار الله يحفظه الله يحفظه اوجه له تحيه من هذا المنبر اليوم مو وياي كان فارغ خلاني اجي وحدي. فتجي ايام يعني ابو الاكبر انا ما ادري ايش اقول لك ايام عن محرم ايام عن محرم ممكن انا معول على لحن بالقصيده معول على لحن وممكن ما اقرا ما ادي نفسه ما ادي نفسه. سيد كرار يقعدني من الصبح حياه الله والله عاشتي يسد الباب وياخذ تليفوني ويحط لي الدي جي من الشباك يقول لي اسمع اللحن عود اذا طلعت ريه كذا قال لا اقعد هنا انا اسمع عاشتي الحمد لله وشكر لله والله عاشتي الحمد لله. سيد الفاضل كثرة التمرين شيء أكيد تتقن النتيجة شيء أكيد طبعا تتقن النتيجة أكيد. صدقني أكيد خلينا نمارس الطمع اللي عندنا الله يسلمك ونسمع خير إن شاء الله. ولاة العليل سلام الله عليها ليلي بدونك ما يمشي حاله أولي وقلبي ميت باخر رساله شلون كلام هذا ليلي بدونك ما يمشي حاله وقلبي ميت باخر رساله شانوا يقولون بصلافه معيوف بالموت تشافى لا يا الله كانوا يقولون بصلافة المعيوف بالموت تشافى ما يدري قلبي نام مرتاح يا نومتي صارت كلافة كل شي بحياتي الضيم وحلاله وقلبي ميت باخر رسالة حق الينوم والحال حقها ما طقت على الراس فرقه حق ليل والحال حقه ما طقت على الراس فرقه اللي يتعلق بناس ويروحون يمر الهوى عذيب ويخنقه الله اخ اللي يتعلق بناس ويروحون يمر الهوى عذيب ويخنقه يا ضايفين بيوتهن مر على المشي بالمحنه قلوا له بعدك كل شيء مهجور طش البذور طش وشمل ويا مر على ابويا ارد اشتكي له قلوا له موات العليله مر على ابويا ارد اشتكي له قلوا لموات العليلة قلوا لراكض بها الفراق
يموت ويشد على حيله، للموت ويشد على حيله. سلمك ابو الاكبر بدي اروح لك. شلون هذا المقطوع مال حق اللي يلوم؟ حق اللي يلوم الحال حقه ما طقت على الراس فرقه. لا اريدها يعني من رخصة هذا هذا نقراها بهذا الطور الجنوبي النعي الجنوبي. اي حق اليوم والحال حقي يا حق اليوم والحال حقي ما طقت على الراس فرقه ما طقت على الراس فرقه يتعلق بناس ويروحون يمر الهوى عذيبي ويخنق ويتشنى وتشنى ويقولون بصلافة المعيوف بالموت يتشافى تشنى وتشنى ويقولون بصلافة المعيوف بالموت اتشاف ما يدري قلبي نام مرتاح ما يدري قلبي نام مرتاح ويا نومتي صارت كلافة. سلامتك بدي اروح لك. الله يسلمك بدون عينك أجاد موفق إن شاء الله. الله يسلمك بكم موفق. إن شاء الله طال عمرك. السلام عليك سيدي يا باب. يا باب يا حسين. ظلت عندنا 4 دقائق سيد المخرج يقول لي أنا ما أريد أخذ منك ولا أسوأ. الله يسلمك في روح لك. أختم كما تشاء. بعزت أخو الناس مو ناسي. الله الله. وأنا متوجه وراح عباسي. بعزت أخو بعزت أخو الناس مو ناسي وأنا متوجه وراح عباسي محنوت من عمامتي براسي خويا وينك وينك خلتي المفقودة خيّة تبيني عليّ من بعيد تطلعي الكلمة ويروح آخ يا فراقي العظيم تمسح دمع عيني وتلزمي الخاصرتين تلزمي الخاصرتين طحت يا بيرغ عشيرة وعايفي حسينك وحين طحت يا بيرغ عشيرة عايف حسينك وحيد الوادي امتهابك لو خو عندك الله الوادي امتهابك لو خو عندك وشاميت سمعت يقلش وحدك يرحم والديك بعد الوادم الوادي امتهابك لو خو عندك وشامد سمعته شامد سمعته يقول شو وحدك بس الهوى يتجيني من بعدك خويا بس الهوى يتجيني من بعدك وينك وينك سلامتك تحياتنا للشاعر الأب كرار حسين الكربلائي ما هو يوفقه إن شاء الله الله يوفقه فدوروح لك وروح يوفقه إن شاء الله وصلنا لختام الحلقة شكرا جزيلا ختام الحلقة عبناك. الكلمة الأخيرة إلك وهذه كامرتك شكرا للحسين اللي جمعنا هذا المجمع الطيب
والمبارك إن شاء الله بوجودكم. الله يبارك فيك. نسأل الله القبول إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يعظم أجورنا. آمين يا رب. اللهم وفقكم جميعا إن شاء الله. الله يعزك. في الدور أروح لك يا حبيبي. أحبتنا مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان الشراع الأبيض الجميل سيد منتظر المقصود. اللهم يسلم. أبحر بنا. الله يحفظك. إلى الإبداع وإلى الجمال. شكرا له. شكرا لكم الحسن الاستماع والاستمتاع أيضا. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي المنصوري، في أمان الله.